بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة مباركة لكم أنتم متابعي قناة الراصد التقني. حزون كبير الأمل في أن يكون الجميع في تمام الصحة والعافية. في هذا الفيديو سنعود بكم إلى ترقية نسخ الويندوز على الأجهزة غير المؤهلة إلى آخر إصدار أو الإصدار الفصلي الكبير الذي أطلقته شركة مايكروسوفت، والذي يتضمن العديد من المواصفات والعديد من الميزات الجديدة. وبالتالي إذا كنت تمتلك جهاز غير مؤهل لمتطلبات مايكروسوفت وكنت ترغب في الحصول على تلك المزايا الرائعة والعملية، كل ما عليك فعله هو متابعة هذا الفيديو إلى الأخير. إذن هنا لنتأكد في البداية بأن الجهاز الذي معي لا يعمل بآخر نسخة متوفرة حاليا. إذن سوف أدخل مباشرة إلى خانة البحث وأكتب هذه الصيغة، إذن وين ثم there. بعد ذلك أقوم بالنقر على أوكي. إذن هنا مباشرة سأحصل على أن مايكروسوفت ويندوز النسخة التي لدي هي 21.2، في المقابل هناك 22.2، مما يعني أن النسخة التي معي هي نسخة قديمة. إذن هنا إلى ماذا نحتاج؟ نحتاج في البداية نحتاج إلى نسخة ويندوز 11 بنسخة أو بصيغة الأيزو. إذن ولتحميلها دائما سوف نذهب إلى موقع مايكروسوفت، إذن نحمل النسخة الأصلية والنسخة كذلك الرسمية. إذن كل ما علينا فعله هنا هو الذهاب إلى Select Download، بعد ذلك سوف نختار ويندوز 11، بعد ذلك سوف نقوم بالنقر على داونلود إذن أو تحميل. بعد ذلك يطلب منا هنا ما هي إلا ثواني، ويطلب منا اختيار اللغة، اختر أي لغة تناسبك هنا، ولتكن على سبيل المثال اللغة البرازيلية البرتغالية. إذن بعد ذلك قم بالنقر هنا على تأكيد. إذن ما هي إلا دقائق أيضا تتوفر لديك هذه النسخة، إذن 64 بيت إذن يمكنك تحميلها، وهذا الرابط صالح لمدة 24 ساعة من الآن. بعد النقر على داونلود إذن تلاحظ هنا بأن حجم الملف هو 4.9 جيجا بيت. سوف نحتاج أيضا إلى هذا الملف، وهذا الملف أيضا ستجدونه في صندوق الوصف مع هذا الفيديو. كل ما نحتاجه الآن هو فتح أو فك الضغط عن هذا الملف عبر دائما تطبيق الوينرار أو أي تطبيق تراه مناسب. إذا نقوم بفك الضغط عنه، نفس الشيء كذلك بالنسبة إلى نسخة الويندوز التي قمنا بتحميلها، أيضا نقوم بفك الضغط عنها. إذا بعد ذلك سوف نقوم الآن بفتح هذا الملف ونسخ أيضا المحتوى الذي يتوفر عليه وهو الأبرايزر. هذا الملف ضروري من أجل تجاوز دائما متطلبات مايكروسوفت. بعد ذلك مباشرة سوف نذهب إلى ملف الويندوز، إذا سوف نذهب بعد ذلك أيضا إلى ملف سورس، نقوم بلصق هذا الملف الذي قمنا بنسخه قبل قليل. إذا ننسخه بهذا الشكل، نقوم باستبداله، قم باستبداله بهذه الطريقة الصحيحة، وهذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة التي تمكنك من تحميل أو من ترقية جهازك إلى آخر إصدار دون الحاجة إلى فرمطة الجهاز أو دون الحاجة أيضا إلى أقراص USB أو إلى أي وسيلة تخزين. إذا بعد أن نقوم بذلك الآن أصبح الجهاز جاهز من أجل ترقية إلى آخر إصدار، بإمكاننا أيضا تجاوز متطلبات مايكروسوفت بكل سهولة. وكل ما علينا فعله الآن هو فتح هذا الملف ثم الذهاب إلى السطر، قم بالنقر أيضا على موافق، ما هي إلا لحظات هنا وسوف تبدأ عملية تثبيت الويندوز على جهازنا. إذا الويندوز 11، نستالي ويندوز 11 على الجهاز، نقوم بالنقر هنا على موافق ثم Next. تحتاج العملية هنا إلى بضع دقائق، خاصة عندما يتعلق الأمر بالترقية من نسخة ويندوز 11 إلى نسخة ويندوز 11. أما إذا كنت تحتاج إلى الترقية من نسخة ويندوز 7 أو 8 أو 10 إلى 11 فربما تحتاج إلى وقت أطول. هذه الطريقة تصلح للترقية من ويندوز 10، من ويندوز 7، وأيضا من ويندوز 8 إلى ويندوز 11 مع الاحتفاظ بملفاتك، مفتاح تشغيل خاصته.
إذا تم تجاوز المتطلبات بكل سهولة، وبالتالي كل ما علينا فعله الآن هو دائما أن نقرأ على Accept من أجل مواصلة التحديث. إذا لدينا هنا مجموعة من الخيارات. إذا الخيار الأول يمكنك من الحفاظ على ملفاتك وعلى أيضا التطبيقات. الخيار الثاني يمكنك أيضا أو يمكنك فقط من الحفاظ على الملفات، والخيار الثالث والأخير يمسح كل شيء من جهازك. وبالتالي إن أمكنك اختيار الخيار الأول وإلا فاختر الخيار الثاني أفضل، أما الخيار الآخر فهو من أجل مسح كل المحتويات على جهاز الكمبيوتر. بعد ذلك قم بأن نقرأ على موافق. إذا بعد القيام بتلك المراحل المختلفة، إذا نعود هنا إلى الجهاز، ونتأكد دائما من نسخة الويندوز المنصبة على هذا الجهاز. للتأكد من نسخة الويندوز المنصبة على هذا الجهاز دائما نفس الكلمة وين. بعد ذلك موافق. إذا هنا نلاحظ بأن فيرسيون أو نسخة الويندوز المنصبة على الجهاز هي 22.2. بهذه الطريقة نكون قد حصلنا على آخر نسخة أو آخر نسخة من الويندوز 11 دون فرماطة الجهاز أو دون فقدان البيانات المتوفرة على هذا الجهاز. هذه الطريقة هي صالحة لكل التحديثات الفصلية أو الكبرى التي تقوم بها أو التي ستقوم بها شركة مايكروسوفت مستقبلا، ذلك أن هذه الأجهزة غير مؤهلة، تظل دائما أجهزة محرومة من التحديثات الكبرى أو التحديثات الرئيسية ما لم تقم بتحديثها يدويا. إلى هنا يكون فيديو اليوم قد انتهى. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال رضاكم واستحسانكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.